ورافعين العلم البرتقالي، علم الثورة الأوكرانية. فشوف الفرق بين إخواننا وثوراتهم في لبنان وثوراتهم، ثورات اللي صارت في دول عربية وفي مصر وكثير من الدول، فرق. ركبنا عليها أغنية جميلة تستمتعون بالثورة البرتقالية الجميلة اللبنانية. شوفوا التقرير. شفتوا ثوراته وشحلاته؟ طالعين لي بمصر وطق، وهني طالعين لي اخوان مسلمين وكرامه ثورات جميله. نبي اخواننا اللبنانيين يعطون المصريين شويه يعني دراسه في الثورات الجميله يعني.